تطلق السعودية موسم سياحتها الصيفي تنفس ليشمل 10 وجهات سياحية تشمل مختلف المناطق وتراعي مختلف الأذواق والأعمار، وتقدم الفنادق عروضا ترويجية مختلفة، كما تقدم شركات التنظيم السياحي عروضا وباقات وخيارات واسعة للاستمتاع بالأنشطة. صباح العربية يأخذكم كل يوم إلى وجهة مختلفة، ونبدأ اليوم من منطقة عسير مع زميل عبد الرحمن العصيمي، نتابع. الساعة تشير إلى 11 مساء بتوقيت العاصمة السعودية الرياض. الوجهة عاصمة منطقة عسير أبها. التزود بالوقود، فالمسافة حوالي 1000 كيلومتر. كتاب عله يطوي المسافة. القمر يبدأ بالرحيل، والشمس تطل بأشعتها على الأرض. بقي نحو 263 كيلومتراً عن عسير. عشرات الكيلومترات تفصلنا عن خميس مشيط، البوابة الشرقية لمنطقة عسير. هنا عسير التي لا يغيب عنها المطر وسط الأجواء الغائمة، لنبدأ جولة نرصد فيها أجواء السياحة في السعودية مع بدء موسمها السياحي. عبد الرحمن العصيمي من منطقة عسير العربية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من الطائف المتحدث الرسمي لموسم صيف السعودية عبد الله تخيل. صباحك الله بالخير أستاذ عبد الله. صباحكم الله بالنور أستاذ عادل وأستاذ مروة، وتنفس روح السعودية من الطائف عروس المصايف زي ما يحبون يقولون. هلا ومرحبا. أنا يمكن لفتني أول شيء قبل لا نتكلم عن كل شيء عن هذا البرنامج وأيضا السياحة الداخلية، تنفس، ليش مو اكتشف؟ ليش مو أي اسم آخر؟ ربما الناس اختنقت في الأيام الماضية من كورونا، لكن هذا يمكن لفتني أنا أكثر شيء غير الفعاليات الثانية. أتفق معك سيد عادل. وصلت الطائف أنا لي تقريبا يومين في الطائف، فعلا تنفس، كان تغيير جميل، الجو مختلف مع أنه أنا في نفس البلد يعني طالع، لكن في تنوع جميل. ففعلا تنفس بعد فترة وجودنا بالمنزل ضرورية، الآن جاء وقتنا نتنفس بحذر وننبسط ونستكشف السعودية. حلو. يعني أنا بكل مرة أزور أشوف مناطق جديدة، أشوف أماكن جديدة، ففرصة جميلة للاستكشاف ونتنفس. جواكم الله. طيب، يمكن هناك إقبال الآن في الفترة الحالية على السياحة الداخلية، كيف لاحظتم، كيف لمستم هذا التغيير منذ الانطلاق؟ يعني الانطلاق كان يوم 25 يونيو تحديدا، لمستوا إقبال من قبل السعوديين السائحين هناك؟ تقريبا الحملة لها أسبوعين، الموسم صيفي السعودية. المميز الحملة مو بس موجهة للسعوديين، للسعوديين والمقيمين في المملكة. الحمد لله الإقبال يعتبر جيد. من كم يوم أعلن مركز المعلومات والأبحاث السعودية ماس أنه في منشآت وصلت فيها نسبة الإشغال في أبها والباحة إلى 80%، ونسبة الإشغال بشكل عام وصلت 36% في كل الوجهات تقريبا، ويعتبر شيء جيد مع العودة، وارتفاع يعتبر كبير يعني بالنسبة قبل شهر أو فترة الحجر. هذا الإقبال يعني يعتبر هدف لنا في الهيئة السعودية للسياحة من إطلاق موسم الصيف السعودية. أولا نبي نروح عن الناس سواء المواطنين أو المقيمين، علشان كذا زي ما قلنا رفعنا شعار الهيئة تنفس بعد فترة الحظر الطويلة، وإعادة النشاط للحياة السياحية في المملكة بعد عدة أشهر. تفضل.
تفضل كمل. نبغى نعيد النشاط الاقتصادي في المناطق السياحيه لانها تضررت كثيرا طبعا بتوقف حركه الحياه في العالم لمواجهه الجائحه زي ما تكلمنا، ونامل ان شاء الله ان تكون السياحه امنه وحذره زي ما نقول تنفس بحذر، وان الجميع يتخذ الاجراءات الاحترازيه وان شاء الله يمر الموسم بسلام وامان والناس تنبسط ان شاء الله يا رب. يعني اليوم ربما اغلب الدول في منطقتنا العربيه قد تاتي بفعاليات من الخارج، لكن هذه النظره او هذا الموسم راح يكون سياحه داخليه. أبرز ما يميز هذه السياحة وهذا الموسم عندكم، شو اللي قدمته للسائح السعودي للسائح المقيم في السعودية؟ بالموسم هذا اخترنا 10 وجهات، ولما اخترنا 10 وجهات كانت فيها عناية، نبغى نعطي تنوع سواء الثراء الطبيعي المناخي التراثي المملكة، في نبغى اللي يحب الأنشطة البحرية بشواطئ تبوك وأملج، شواطئ جدة وينبع اللي تعتبر عصرية، أجواء الطائف، غيوم الباحة وأبها، أصالة تاريخ الرياض، خصوصية الشرقية، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عصرية وجديدة. نبغى نعطي تنوع يناسب جميع الأذواق، لأنه زي ما قلت لك هذه فرصة يعني استثنائية للناس أنهم يستكشفون المملكة. وأشوف أنه هذا الموسم يعني اللي يمتد إلى 30 سبتمبر بيعطي فرصة للناس أنهم يروحون أكثر من وجهة، سواء اللي يحب الأنشطة الجبلية ممكن يستمتع بجبال الطائف وأسير وتبوك أو الباحة وغيرها. خليني أستغل وجودك في الطائف، وخلينا بما أنه هي نقطة جذب سياحي لكل المقيمين وكل المواطنين هناك، خلينا نتكلم عن أهم الأماكن. يعني أنا يعني كزائر في السعودية ممكن يروح فين كمناطق تاريخية كأماكن سياحية أيضا للاستمتاع والترفيه؟ الطائف طبعا تاريخيا لها إقبال كبير سواء من السعوديين أو من الخليجيين، تعتبر مصيف يعني تاريخي خاصة بسبب أجواءها. يعني أمس أنا كنت طلعت أتعشى وكان المكان مفتوح بالليل، كان الجو يعني جميل جدا. فيها كثير من الوجهات صراحة والمعالم السياحية اللي يعرفونها أهالي الطائف اللي يرتدونها داعم. تاريخيا أو تراثيا في متحف الشريف وقصر شبرا، القلعة التركية وقصر الدهلوي، قرية المعادن وغيرها. اليوم أنا رايح زيارة أخرى إن شاء الله المتحف الشريف، زرته من قبل لكن اليوم ودي أزوره مرة ثانية. أماكن التنزه فيه حديقة الملك فهد، جبل الشفا، حديقة حيوان الطائف، مدينة الهدى، التلفريك، الناس اللي يحبون المرتفعات، وطبعا الطائف يعني مزارع الورد الطائفي أساس فيها. فهذه الوجهات اللي تجذب الناس على مدار العام بشكل أكبر. فالطائف تعتبر دائما منتزه ومصيف أهالي المملكة، وإن شاء الله نشوف الناس إن شاء الله يتنفسون في الطائف. طيب وغيرها من الوجهات. أنا يمكن يثيرني شوي بأنه هذا لو ليس يعني أول مرة أنه نستكشف هذه المدينة أو نسمع عن الطائف بها كمصيف، ولكن هذه المرة أنتم أمام تحدي بأن تقدمون أيضا للسائح الداخلي شيء جديد. هذا التحدي أنه الموسم استثنائي إنجاز التعبير، هل تعتقد في أهداف معينة أنتم حاطينها أمام أعينكم حابين توصل لها، تعتقد أنه من السهولة الوصول لها؟ لا شك أنه لنا أهداف، وزي ما قلت لك صعب انك تقيس لانه زي ما قلت موسم استثنائي، فالظروف غير اعتياديه. يعني مهما وضع الانسان من خطط الظروف غير اعتياديه والمتغيرات يعني بشكل يومي. هدفنا الاساسي طبعا الترويح عن الناس، اعطاهم فرصه للتنفس اقتصاديا، دعم عجله التنميه. تعرف الجانب السياحي او القطاع السياحي هو الاكثر تاثرا من جائحه كورونا، لانه مرتبط بالفندقه، مرتبط بالسفر، الطيران. جاهزه هالمرافق طلعتوا عليها؟ حاليا في اكثر من 100 باقه سياحيه. حلو. تشمل كل الوجهات، موجوده على تطبيق وموقع روح السعوديه او فيزيت ساودي. انا من خلال زيارتي العديد من المدن السياحيه والوجهات المستهدفه لاحظت عدد من الفنادق والوجهات، طبعا اكيد انه ما قدرت امر عليها كلها، لكن لاحظت الكثير منها فيها
جاهزية ممتازة، حلو حلو، الخدمة ممتازة، وتحس حتى اللي بالفنادق متحمسين يستقبلون الناس مرة ثانية، متحمسين يشوفون الحياة وطبيعتها مرة ثانية. قواكم الله، قواكم الله، جهودكم أكيد إن شاء الله، ونشوف مشاهدينكم في موسم صيف السعودية بإذن الله. قواكم الله، يعطيكم العافية، وأكيد يعني هذا الموسم كما قلنا استثنائي، ولكن جهودكم أيضا ربما تسهل للسائح هذه الفرصة. إحنا نغبطهم ما نحسدهم، نغبطهم أن راح يعني هذه السياحة الداخلية تروح عن نفسهم وتخليهم يتنفسون. يعطيكم ألف عافية الأستاذ عبد الله تخيل، المتحدث الرسمي لموسم صيف السعودية، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا لك سعد.